الحسن الزكي 32 سنه خديت البكالوريا علوم فيزيائيه ثم درت ديبلوم خديت ديبلوم اخر في لي ريزو فوق... انفورماتيك سيكيوريتي سيستيم خدمت واحد المده مع شركه ديال الامن المعلوماتي ما ارتحيتش عاوتاني خدمت في الدومين ديال الاشغال العموميه في البي تي بي قررت انني نعاود نرجع للدراسه خديت اجازه في التدبير العمومي خديت من ماستر في السياسات العموميه ولكن خلال هذه المده ديال الماستر كان ضروري خصني مدخول اخر اللي نعيل به نفسي لانه انا كنت نعتمد على نفسي من صغري لانه كنت نخرج كنمشي للفيرمات كنخدم فيهم بالاخص في الفلاحه كنت نخدم بزاف في, في الدومين ديال الفلاحه وبالتالي ملي كنت في الماستر خصني نعاون راسي مشيت عاوتاني للميدان ديال الفلاحه موازاه مع مع الماستر وبالتالي اتجهت للميدان ديال الفلاحه سيرت ضيعات فلاحيه أه وبالتالي لقيت راحتي في الميدان ديال الفلاحة أه أنا كنت حامل هم ديال أنه خص الفكرة ديالي الممارسة ديال الفلاحة أه نطبق فيها المعارف ديالي لا المعارف اللي خديت من من المعلوميات في الدبلوم ديال المعلوميات السيكوريتي لا اللي خديت في التدبير لا اللي خديت في يعني في السياسات العموميه خصني نطبق هذاك الشيء في الميدان وميدان ديال الفلاحه أه هكا جات الفكره أو... وبديت كنمارس هذيك الفلاحه بواحد الشكل اللي هو آه علمي مبني على دراسات وبديت كندير حتى تا... التجارب يعني بديت كندير تن... تن... تجارب اخرى آه لواحد المجموعه ديال الفلاحات اللي كنا كنقولوا انه راه ما يمكنش ديرها راه ما يمكنش تنجح راه ما يمكنش تعطيك انتاج بديت رفقة واحد المجموعه ديال الاصدقاء بدينا كنديروا مجموعه ديال ديال التجارب كاين مجموعه ديال التجارب قلنا بها فما يخص الزعفران فما يخص الشجره ديال المورينغا فما يخص فاكهه التنين فما يخص الصبار بعد ما ضربته الحشره القرمزيه والحمد لله عطات نتائج لي مشجعه ونتائج لي فرحتنا حنايا بالدرجه الاولى بالنسبه للتجربه ديال الزعفران كنت تقول لي بعد الوالده بانه راه جدي الله يرحمه كان دار شي تجربه بسيطه ديال الزعفران في الجبل راه راه نجحت وبالتالي انا بعدا كنت نقول بانه الزعفران قبل ما, ما نسمع هذه المساله كنت نقول انه الزعفران راه ممكن ينجح لانه ربما تقريبا عندنا نفس الظروف المناخيه اللي كاينه في المنطقه ديال تاليوين اللي معروفه في المغرب انه كتنتج الزعفران يعني في السنوات الاخيره هذه عامين كان عندنا واحد الصديق تما في, تاليوين جاب لي وصيتو جاب لي يعني البصله ديال, ديال, ديال الزعفران جابها لي درتها عندي في واحد لابارسيل اللي هي بسيطه وزرعتها مع العائله كامله زرعناها الوالده ولا الزوجه ولا الوالد كاملها زر... زر... تعاونوني تزرعت هذيك لابارسيل بالزعفران والحمد لله عطات في هذيك السنه عطات لي انتاج يعني عطات عطات الزعفران شعره يعني خرجت هذوك الوريضات ولكن ما خرجتهاش للعالم لانه بقى في قيد التجربه ما قلتش بانه راه عندي تجربه ناجحه لانه كان عندنا اشكال ديال انه البصله هذيك البصيله ديال الزعفران خصها تضاعف خصها تكاثر لانه هذيك البصيلة،, البصيله هي اللي كتخرج الزعفران وانا زرعت هذا العام هذا بصله واحده خصها العام الجاي تعطيني ثلاثه البصلات ولا اربعه البصلات خصها تبدا تكاثر باش نضمن ان واحد ثلاث سنين ولا اربع سنين يكون عندي الزعفران ديما ما نضطرش انه في كل مره خصني نمشي نجيب الزعفران من المنطقه ديال تاليوين ونغرسو ويعطيني انتاج والعام الجاي عاوتاني نجيب الزعفران الحمد لله الظروف المناخيه في المنطقه ديال الحوز يعني لا من درجه ديال الحراره لا من التربه لا من الماء واحد تجاوب ممتاز مع مع الزعفران وهذه بشرة للناس الفلاحة ديال المنطقة لا ديال الغجدامة ولا ديال الحوز عامة ولا ديال ولا ديال جبال الأطلس اللي مجاورة لنا هذه تجربة كتبشرهم بالخير أنهم ممكن يزرعوا الزعفران ممكن يعتمدوا عليه كفلاحة بديلة ولا كزراعة بديلة اللي غتحقق لهم واحد المدخول إضافي الجانب المدخول يعني اللي هما معتادين عليه من الزراعات التقليديه اللي اللي كيمارسوها بالنسبه لهذه الفلاحه واش في المتناول ديال اي فلاح بطبيعة الحال هذه الفلاحات اللي كنديروا حنا التجربه ديالها الهدف الاساسي ولا الاولويه الاساسيه ديالنا هي انه تكون في متناول ديال الفلاح البسيط يعني بامكانيات اللي هي بسيطه وب اللي كيمارسوها بشكل اللي هو معتاد يقدروا يزرعوا هذه الزراعه هذه لان الزراعه ديال البصله شنو كتطلب؟ كتطلب فقط هذيك البصيلات اللي هما بحال الثومه يعني دير لهم خطاط او دير لهم حوض صغير وكتزرعهم الزراعه ديالهم كتكون في شهر 8 تغرسهم في هذيك شهر 8 وكدير لهم واحد ثلاثه تسقيات في العام يعني ثلاثه د المرات ممكن تسقيها في العام ما كتحتاجش بزاف ديال الماء ما كتحتاجش بزاف ديال العنايه ما كتحتاجش بزاف ديال الامور فقط تسقيات ثلاثه تسقيات تكربل عليها شي شويه يعني الربيع وها هي معك في شهر 11 يعني في شهر 11 كيبقى كيبدا الانتاج ديالها وبالتالي آه ممكن حنا اننا نديروا المواكبه حنا راه كنديروا المواكبه للمجموعه ديال الفلاحين يعني بشكل تطوعي ما 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 ماشي يعني بشكل تطوعي ومجاني بالنسبه للفلاحه ديال المنطقه اللي بغاو المعلومه حنا نوفروا لهم المعلومه الممكنه ممكن اننا نعاونهم نجيبوا لهم ناس اخرين لانه عندنا هيئه شركه اخرى اللي كنتعاملوا معها ممكن انه الناس هادو يجيو يديروا لهم تكوين في هاد لاكولتير هادي ديال, ديال 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 الزعفران الفلاحه ديال الزعفران ممكن يديروا لهم تكوين كيفاش انهم يقشفوا الزعفران كيفاش انهم يغرسوه كيفاش انهم يجنيو كيفاش انهم حتى يسوقوه حتى التسويق ديالو ممكن ان نوقفوا معاهم كيفاش يسوقوا هذاك هذاك الزعفران الى ان يصلوا تكون عندهم تجربه كامله حول هذه هاد الفلاحه هذه بالنسبه للفاكهه ديال ديال الدراغون او فاكهه التنين اه اول حاجه كنت شفتها انايا من قبل كنت شفتها غير في شفتها في دي فيديو ببساطة يعني كنت شفتها في دي فيديو ودرت لا كوموند على الزريعه ديالها تجيني من من الشينوا جاتني الزريعه ديالها من الصين غرستها ما عطاتنيش انتاج المره الاولى ما عطاتنيش انتاج عاوتاني عاوتاني غرستها ما عطاتنيش انتاج وبقيت كنقلب عليها في كاع لي بيبينير في المغرب بقيت كنقلب عليها أه ما عمرني لقيتها الا واحد النهار لقيتها صدفه في واحد لا بيبينير حتى مول لا بيبينير ما عرفهاش يعني ما عرفش كاع اشنو تكون هذيك هذيك النبته تما لقيتها غير طالعه مع واحد النخله انا دخلت عنده قلت له هذي قال لي ما قلت لي بغيتها قال لي راه غير تما قلت لي اعطيها ليا وخديتها خديتها من عند مول بيبينير ودرت لها لا ملتيبليكاسيون ودرت لها تجريب في, في, في المنطقه هنايا الحمد لله يعني ناجحه هي تقنيا اصعب من من الزعفران لانه كتطلب هي ظروف مناخيه وكتطلب امكانيات شويه يعني هامه لانه كتطلب يعني كتطلب بيوت مغطاه باش انك دير الانتاج وكتطلب معدات لا في الزراعه ديالها لا في العنايه بها لا في لا في البولينيزاسيون يعني داك التلقيح ديالها ما كديرش هي التلقيح الذاتي هي كتطلب واحد تلقيح ميكانيكي ولا ذاتي ديال يعني ديال البشر كتطلب يعني هي معقدة شي شوية بالمقارنة مع مع لا كيلتير ديال ديال, ديال الزعفران ولكن ناجحة يعني اللي بغى يستمر فيها ولا اللي بغى ينتج منها هي عاطيه نتائج غير التكلفه ديالها طالعه هذه بالنسبه للناس او للفلاح الكبار اللي باغيين يستثمروا في هذه الفاكهه ديال الدراغون لانه تقريبا آه راه اكتار واحد كيطلع حتى 140 مليون حتى 150 مليون باش دير اكتار واحد ديال ديال الدراغون ولكن العائد ديالها العائد ديالها كبير العائد ديالها كبير هذا ما يخص التجربه ديال ديال الدراغون آه كاينه تجربه اخرى ديال ديال الشجره ديال ديال المورينغا او الشجره المعجزه كيف ما كيفضل البعض انه يسميها نظرا للفوائد ديالها الكبيره والمتعدده والقيمه الغذائيه اللي اللي كاينه فيها والامراض اللي كتعالجها انا ما غندخلش في هذا الشيء هذا ديال, ديال ديال شنو كتعالج وديال هذه الامور هذه وانما فقط غنكتفي بالحديث على الشجره يعني كنبته يعني كتجربه فهي ما كتطلبش بزاف ديال الماء أه كتطلب كميه قليله ديال ديال الماء تطلب حتى هي عنايه اللي هي بسيطه فقط غير غير السقي وممكن انك تنتج منها الاوراق يعني كي في الصالات ممكن ان دوك الاوراق تجففهم تستعملهم ف كبودر ممكن تستعملوا كمنقوع ديال الشاي ممكن تستعملهم ك دي في يعني في الطبخ اليومي العادي ديالنا حتى الزريعه ديالها كتكال يعني حتى العواد ديالها كيتكال حتى الجدور ديالها كيتكال يعني ما فيهاش شي حاجه شي حاجه كترمى والانتاج ديالها يعني زعما انتاج مزيان وحتى الثمن ديالها راه الثمن ديالها في السوق راه اي واحد يدخل سميتو الموقع ديال البحث يقلب على لو بخي ديالها راه غيلقى بان لو بخي طالع وبالتالي ملي كيكون لو بخي طالع والزراعه كتكون سهله في المتناول راه تيكون فيها العائد مجدي والعائد غادي يكون غادي يكون مزيان بالنسبه للتجارب اللي تحدثت عليها اكيد كل, كل زراعه تطلب واحد الظروف معينه وبالتالي ما يمكنش اننا نقولوا هذه الزراعه ديال ممكن نعمموها على جميع الاراضي لا ولكن بحال الزعفران ممكن انه يكون في سلسلة ديال جبال الاطلس لانه كيتطلب البروده ممكن الدراغون يكون في المناطق اللي هي قريبه شي شويه للبحر لانه كيتطلب الميديتي المورينغا ممكن تكون في المناطق الجافه لانه هاد المنطقه الجافه كيلقاو مشكل في الزراعات اللي هي بديله وخصوصا أنه ما عندهمش بزاف ديال الامور اللي ممكن انهم يزرعوا وبالتالي ممكن انه يزرعوا هاد المورينغا لانه ما كطلبش بزاف ديال الماء وبالتالي اي اي تجربه ولا اي زراعه مخشين من من انه واحد الموقع ولا واحد المنطقه الجغرافية اللي اللي تنجح فيها وتعطي اكثر من من بلاصه اخرى. بالنسبه للرؤيه المستقبليه ديالي لهذه التجارب هو اول حاجه هو الفلاحه البساط يعني هذا هو يعني الهم الاول هو انه دوك الفلاحه البساط اللي كيعتمدوا على فلاحات معيشيه بالدرجه الاولى انهم يدخلوا هذه هاد الفلاحات هذه في المنظومه الفلاحيه ديالهم ولا في الزراعات اللي كيعتمدوا عليها باش انهم يدخلوا مدخول اكبر يعني هذا هذا بالدرجه الاولى بالدرجه الثانيه آه يعني حتى انا شخصيا خدام على على على, على هذه آه هاد الزراعات هذه باش نديرها في مساحات اللي هي اللي هي اكبر يعني خدامين دابا حاليا على الاعشاب الطبيه والعطريه وخدامين حتى على هاد على هاد لي بلونت هادو لانهم كان لهم لا فالوريزاسيون يعني نجيوهم في المنطقه ديالنا نفسو بهم مناطق اخرى ونجيو بهم واحد المنتوج اللي يقدر يحقق الاكتفاء الدالي للفلاح ويقدر يحقق الاكتفاء الذاتي التالية انا لانه حتى انا راه ماشي غير كندير تجارب راه كندير حتى انا حتى انا كندير كندير الزراعه وبالتالي حتى انا راه غادي غادي ننتج من من منهم ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد